روس 10 الاوائل و10 الوسطى و10 الاواخر ديال رمضان، خصنا نقولوا الكلمه ديال الحق على طول العام، ماشي نتوما كيستناو ينعسوكم في 10 ايام الاولى. ايوا راه هكا، ايوا شوف بنادم راه خصو غير بالسياس، ايوا خصك تدي لاجر، واه لاجر تديه واه، ولكن لاجر باش غادي تديه بالكلام ديال المعقول؟ والصيام مين يكون الصيام؟ الصيام باش تفكر في المسكين، تفكر في المسكين اللي مجبر ما ياكل، الصيام تفكر في هذاك اللي يموت بالجوع، في هذاك اللي يموت بالعطش، كتفكر هذاك هو الصيام ديال الروح نتاع الجسد، ماشي الصيام ديال تمشي تجيب الدجاج وتحمر الغلمي وتحمر تدي في الفرارن الناس اللي لاباس عليهم كيشوفوا غير واش تيقلعوا المغرب، ندي هذاك وندي هكا، كيبقى يتشهى والمسكين ما عنده ما كيتشهى، عارف واش تا كيقلع المغرب اليوم والاثنين والثلاثه والاربعه والخميس والجمعه رمضان عارف، واليامات الاخرين عارف مسكين الخبز واتاي باش يقلع المغرب الى لحق على شويه زيت الزيتون ما تقولها لحد. هذه هي الحقيقة، ماشي بحال الاخرين اللي يقول لك ويصيفطوا لكم عاد الائمة يقول لك ايوا غير صبري وهذا الشيء اللي كتب الله، اش كتب الله؟ كتب الله تعالى على فرعون السادس يجي صهيوني يجيب الاف الكيلومترات ويدي الرزق ديالي، يجيب الاف الكيلومترات ويدي الرزق ديالي والحوت ديالي ديال البحر ويدي لي الفوسفات، هو الفوسفات زادوا لكم في المازوت، الكاميونات ما كيتمشاوش، الخضرة ما عاد يتزاد، كل شيء يتزاد، شكون استنفع بالفوسفات؟ ما استنفع بها حتى شي واحد، ما استنفع بها حتى شي واحد، من يجيو نتوما دخلوا المساجد دروك 10 يجيب لكم واحد اللي يحدث بين العصر بين الظهر والعصر باش تجيب المغرب، بالمغرب قبل المغرب تمشي تفرج في الكوره هذوك اللي يديروا لكم لي تورنوا باش يلهيوكم، واحد يلعب لهيه واحد لهيه، وسمحوا لنا الاخوان كاين اللي يبغيو هنا يبلوكيو، كاين اللي كيمشيو يلهيوكم في هاد الكره روح ملهيها باش تفوتوا في هاد رمضان هذا، موراها روح لعب البارتشي ولعب الدومينو ولعب الكارتا، وخلي الصهيوني يحكم وخلي الصهيوني يجيب اللي بغى، وخلي الناس كيدفنوا بنادم هو بنادم ما خلاوش فين يتدفن، الفقير ما جبروش فين يتدفن، شكون يهضر عليه؟ مع سي نورمال ما عادش تهضر عليه انت لانك انت راك لاهي مع البارتشي والضامه، ومين يفوت عليك واحد ائمه البلاط يقول لك ايوا هذا الشيء ما كتب لنا الله، ايوا حنا بنادم ما راه يسكت، راه ما عندك ما عاد دير تسكت، تجيب الى هضرت تجيبها في راسك، راه الى ما هضرتش اللي تجيبها في راسك يوم الدين يوم القيامه، فين هذا الشيء هذا؟ حتى هذا ماشي حنا رانا نحاربوا هنا الاسلام، حاشا ولله، الاسلام جاب كلمه العدل والصيام تذكر فيه المسكين والفقير وتذكروا على دور العام، على دور العام، حنايا درك يقول لك لا راه كاين المحسنين راه كاين هذاك، المحسنين روح للاحسان، خص كل واحد يكون عنده الخبز ديالو، كل واحد يكون عنده المعونه ديالو، الناس هنايا راه كملت بالبيطنه، البيطنه انتم راه الفيطنه بنادم ولا يخمم، صافي الماكله كملت بها باش تهضر على شي واحد ولا يتشهى، صافي الناس كملت، كل شيء عندهم المصروف ديالهم، حنا رانا نتقاتلوا على الزيت، نتقاتلوا على العدس والحمص. فهاد الوقيته هذه ويجي واحد يقول لك 10 الاولى و10 الوسطى و10 الاواخر وقيام الليل وقيام الليل ذكر الله اكبر، الصلاه والصيام ولا ذكر الله اكبر، ذكر الله تعالى سبحان الله توكلت على الله وذكر الله بذكر كلمه الحق، ذكر ديال كلمه الحق. هاد الاغتصابات الاخوان خوتنا اللي راهم في الحباسات اللي راهم 5 سنين 6 سنين، كاين اللي ماتوا كاين اللي طحنوا كاين اللي تحرقوا، شكون عاد يهضر عليهم؟ شكون عاد يهضر على هذا ولد الشعب اللي هز الميت، هز الميت ورجعوه باش يمشي يدفن وما خلاوش يدفن، علاش ما خلاوش هذا الولد يتدفن؟ ها هو الاخوان راه ما كانش جبدوهاش حنايا من عندنا، ها هو وياكم طيب صالح، ها هو ميت ميت ما خلاوش يتدفن، علاش ما خلاوش يتدفن؟ لانه ماشي ولد برلماني، لانه ماشي ولد فرعون السادس، ماشي من العائله، ما عندوش العرف، المسكين اللي ما عندوش العرف اللي ما كيعيطش ما مسامحين فيه، فوقاش ما تدفن ردوه للدار، وردوه للدار الاخوان باش تعرفوا السلطات كي دايره، ما عندهمش الرحمه، فرعون السادس هاد الصهاينه ما عندهمش الرحمه، السلطات مين شافوا بنادم ميت وما عادش يدفنوه ولا ما عندهمش شي ورقه، واش خصها السلطات كدير؟ تهز داك الميت وتديه للفريكو، تديه للفريكو وتخلي الناس تقول لهم هذه الخدمه ديالنا، هما قالوا لهم هزوه ردوه للدار بحال السيبه، السيبه الاخوان السيبه ما كاينش، الانسانيه ما كايناش، واش ما كاين حتى شي مخازني تما اللي يقول لهم نعلو الشيطان ودي هذا بعدا ديوه غير المستشفى لهذيك نتاع فين كاين الاموات، الا ما كاينش قال لك هو ما عنده الورق عنده كلش ولكن ما عندوش العرف، راه دروك حتى باش تدفن بالعرف، اما شي غير اللي حي
حتى باش تدفن خص يكون عندك العائلة تعرف، وخصك تمشي دير القيطون، وخصك تمشي تعشي عباد الله، ودير ودير بزاف. راه ولا حتى الموت ولا عندها لي كاتالوج درك في ديك البلاد هذيك، ولا يسترزقوا في اي حاجة. هذه الكلمة ديال الحق. هل تعلم ان في الكونغو الملعب اسمه ملعب الشهداء؟ وهل اخا هو قال لك سما واحد في الكونغو واحد الملعب ديال الشهداء؟ واش الملعب واش بقى لنا غير في الكورة؟ راه نورمال داك فرعون السادس انايا. المهم الحقيقة اللي كنقولوها ديال اليوم هذا، هاد الصهيوني المتصهين اللي كيحكم عليكم الإخوان، وهاد الشيء هذا، واش صاحب لكم غادي تسمعوا في هاد 10 أيام الأوائل؟ واش تسمعوا دوك أئمة البلاط غادي ينوضوا يقولوا لكم الكلمة ديال الحق؟ العلويين ما يقولوها لكمش الإخوان، ما يقولوها لكمش الأئمة ديال البلاطة، هو واحد بيهم. نعاودها الإخوان في التكرار إفادة. فيه أنت تتهرب من الجواب. اسمع اسمع، سؤال ثاني، ما رأيك في تطبيع المغرب مع إسرائيل؟ أيوة. أولا جزء كبير من سكان إسرائيل تقريبا حوالي 20%، هل تعرف هذا؟ اسمعوا أنا سيدي، أعرف هذا جيدا، أعرف حتى أن الملك محمد السادس اسمه محمد عثمان كوهين من أصول إسرائيلية. ثم ها هو ها هو. واش صاحب لكم هاد الائمه عادي يجيو يقولوا لكم شي حاجه، يقول لكم الهضره ديال الحق؟ واش هاد الامام عادي يقول لك الكلمه ديال الحق، عادي يطلع على المنبر اللي راك تسمع له في 10 الاوائل؟ يهزوا الكتاب الحكيم، القران الحكيم، يهزوه وقراوه. عادي تجبروا ائمه الكفر المذكورين في سوره التوبه، عادي تجبروا سيدنا نوح 132 مره مذكور في القران، كاين الاسباط وذا الكفل، وتزيد وزيد بزاف ديال الاسماء اللي كانوا من الاخيار اللي كانوا يقولوا كاملين الكلمه ديال الحق. ايوا شوف الائمه واش تا كيقولوا. شوف مين قال له فرعون السادس هو الاسم ديالو كامل، شوف واش ترد عليه، واش ترد عليه. اعرف حتى ان الملك محمد السادس اسمه محمد عثمان كوهين من اصول اسرائيليه. تم الاخي. لعنه الله على الكاذبين وانت لست اخي. السلام عليكم. لعنة الله عليك، انت يا كذاب، لعنة الله عليك. ها هو ما قدرش يرد عليه، ما قدرش يرد عليه الاخوان، هو ما قدرش. الفيزاز يا هو، شوف كي ولا مين قال له فرعون السادس، قال له لعنة الله عليك بالله، ما يقدرش يهضر. ما عندهمش، ما تهضر لهمش، هذاك عندهم مقدس. مقدس علاش؟ كيعطي لهم الفلوس، واش صاحب لكم شي حاجة شي؟ كل شي القضية الفلوس. هادو كيعبدوا عبادات الشياطين، عبادات الدراهم. عاود تاني راك تشوف، شوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، علاش نقول هادو من عبادات الشياطين؟ لأن هذا خرج بواحد التصريح وقال لك أنا أتحالف مع الشيطان في سبيل بلادي، قال لك الشيطان يتحالف معاه، وحنا كنقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنقولوا أنتم حزب الشيطان وحزب الله راه بوحده، أنتم حزب الشيطان. قال لك نتحالف مع الشيطان او ما تحالفوا مع الصهاينه، خرجوهم بالطايطاي يا الاخوان. نتمنى علاش انا فوت هذا الفيديو هذا الاخوان، لان هذا الشيء هذا شفت قلت ولاد بلادنا والشعب، هاد الائمه واش غادي يطلعوا يقولوا لكم درك؟ غادي يطلعوا في دوك، غادي يبقاو يجمعوا عليكم الفلوس، راه يعرفوا درك الدخله ديال الشهر بدات، غادي يعرفوا المساجد غادي تعمر، غادي يدخلوا تما ويبقاو يجمعوا عليكم الفلوس. راه الزكاة في رمضان، راه الزكاة في رمضان مزيانة، راه كتصلح، كيديو لكم. ها هما واش تا كيديروا الكلمة باش يهضروا على فرعون السادس؟ ما كيهضروش عليه باش يمشيو يجمعوا، ولا يقولوا ذاك فرعون السادس عطي الرزق للشعب، هما يمشيو عند الشعب يقولوا لهم عطيو لنا الرزق، راه ربي غادي يخلص. كيفاش ربي يخلصك؟ واش كاين شي بان كونتاكت؟ انا ما فهمتش. يقول لك ربي غادي يخلصك، يخلصك مي غادي تعطيه الفلوس؟ الله تعالى يخلصك الا قلت الكلمه ديال الحق. وان الله لا ينزل رزقا من السماء، وياك الكلمه ديال الحق اعظم الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر. حنا فين هاد الشهاده؟ فين هاد الشهاده؟ رمضان اللي جا ورمضان مشى، ورمضان جا والعيد جا، ودائما نفس كي سميتو الديكور، كل شيء كيتعاود. اللي قالوا هاد الامام العام اللي فات يجي يعاود تاني هاد العام، والناس مع ذلك الشعب كيمشي ويعطي لهاد الائمه ديال البلاط. راه ماشي كنقولوا لكم الاخوان حنا كنحاربوا هاد الناس، لا ماشي كنحاربوا الاسلام، لا كنحاربوا هاد ائمه البلاط، ائمه الكفر. عادي يجيو يبقاو يجمعوا عليكم الفلوس، يقول لك الزكاه وهذيك وهذيك وليله القدر وهذيك وعشر ايام التوالى وليله القدر ولا جميع الايام. الاخوان انا عندي اليقين باللي الايام لله، كاين الاثنين كيجمعها،
جميع الايام سي ارى واش تكدير نتايا، ارى واش تكيدير الانسان فوق الارض، ماشي تسنى حتى للجمعه. حنا ما نضمنوش راسنا نعيشوا حتى للجمعه، هذه هي الكلمه ديال الحق اللي كنقولوها لكم. في جميع الايام الانسان يدير الخير ويقول الكلمه ديال